السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة موضوع اليوم هنتكلم عن إزاي نعرف مشاعر الشخص الآخر تجاهنا من غير ما نسأل الشخص. بيجي لي أسئلة كتير جدا، طب أنا أعمل إيه؟ عايزة أعرف مشاعر الشخص الآخر من غير ما أسأله، من غير ما أحرج نفسي، من غير ما أجي على كرامتي. ممكن يكون حب من طرف واحد. بيجي لي أسئلة كتير جدا، مش شرط يكون الشخص بيحبني، ممكن يكون انا اللي بحبه، ممكن يكون حب من طرف واحد. النهاردة في الفيديو ده هحسم لكم هذا الموضوع وهفهمكم نقاط يجب عليكم ان انتوا تكونوا واعيين بيها. انا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير جدا، لكن فيديوهات متفرقة في القناة. فالنهاردة انا جمعت لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها في هذا الفيديو، فعايزاكم تتابعوا الفيديو من البداية للنهاية. زي ما قلت قبل كده ان مشاعر الحب مشاعر مزدوجة. يعني ايه مشاعر مزدوجة؟ يعني استحالة هتحس بشعور الحب منك، من تلقاء نفسك كده، منك لنفسك كده، وإلا هذا يسمى خلل في النظام الطاقي. مشاعر الحب بتيجي بين اتنين، بتتولد بين اتنين. أي مشاعر حب بتشعر بيها تأكد أن الطرف الآخر بيشعر بيها، حتى لو بين لك عكس ذلك، حتى لو عمل لك بلوك، حتى لو في تجاهل، حتى لو هو في علاقة أخرى، أكيد هو حاسس بهذه المشاعر. حتى لو في الواقع المادي انتوا مش مرتبطين ببعض، طالما شعرت بمشاعر الحب الصادقة، ونحط مليون خط تحت كلمة الصادقة، مش مشاعر تلاعب، مشاعر الحب الصادقة اللي بتخلي حياتك تتقلب رأسا على عقب، اللي بتخليك على طول تحس ان انت متعلق بالشخص، تحس ان انت مش قادر تعيش يومك من غير هذا الشخص. تأكد ان الشخص الاخر بيشعر بقدر المشاعر اللي انت بتشعر بيها، لكن يجب ان يكون هذا الشخص على معرفة بيك، يعني هو عارفك او حضرتك او حضرتك عارفاه. ما ينفعش نجيب انسان ما نعرفه وهو ما يعرفناش ونقول في مشاعر حب. لازم يكون الشخص الاخر عارفك وانت عارفه، ما بينكوا سابق معرفة كويسة جدا جدا جدا. طيب هيجي لي سؤال، طيب في ممكن انسان يعجب ويحب ممثل وهو ما شافهوش، هل مشاعر الحب هنا اتولدت؟ دي ما بتبقاش مشاعر حب، دي بتبقى مشاعر اعجاب، مشاعر ان الشخص هو يعني معجب بيه، شايفه حاجة كبيرة. مشاعر الاعجاب بتختلف عن مشاعر الحب الحقيقية. انا بتكلم عن مشاعر الحب الصادق، مشاعر الحب الحقيقية اللي بتستمر مع الانسان، مش مجرد نزوة روحية كده وتعدي. لأ، مشاعر الحب اللي انتوا عايزين تعرفوها، مشاعر الصادقة اللي بتخليك تفكر في الشخص 24 ساعة، اللي بتخليك تشعر ان هذا الشخص هو كل شيء بالنسبة لك، ان هو السعادة بالنسبة لك، اي شيء واي مصدر للسعادة. مش بتشعر بيه، مش بتشعر بالسعادة غير مع هذا الشخص فقط. تأكد هنا ان انت بتمر بمشاعر حب. ومشاعر الحب من شروطها ان انتوا لازم تكونوا انتوا الاتنين تعرفوا بعض. مشاعر الحب مش بتتولد غير ما يكونوا الاتنين عارفين بعض كويس جدا جدا، لان مشاعر الحب لو وصلتك زي ما قلت قبل كده بتأثر عليك تأثير جامد، فانت بتحس ان الشخص ده هو كل شيء بالنسبة لك في هذه الحياة، هو الهوى اللي انت بتتنفسه. فانا عايزاكم تكونوا على وعي وعلى دراية بهذه النقطة. اي حاجة حصلت لك خلاف كده، تأكد ان هي مشاعر اعجاب، ما وصلتش لمشاعر الحب الحقيقية. طيب ازاي اعرف شعور الشخص تجاهي؟ هقول لكم تقنية بسيطة لو عملتوها تقدروا تعرفوا مشاعر الشخص تجاهكم. تقنية التخيل. التخيل، هتتخيل ان هذا الشخص جالس في مكان او انت جالس في مكان
وبتتقابلوا في مكان معين، حديقة كبيرة. يجب ان المكان اللي انت بتتخيله يكون مكان يشع طاقة ايجابية، حديقة كبيرة جميلة، مكان كبير جميل. تتخيلوا ان انتوا بتتقابلوا هناك وبتسأل الشخص عن مشاعره، بتسأل الشخص عن مشاعره، بس يجب ان يكون هذا السؤال نابع من جواك، سؤال نابع من شعورك بالحب تجاه هذا الشخص. مش بتسأل وخلاص عايز تعرف وانت اصلا مش شاعر بمشاعر الحب، لا، لازم تكون شاعر بمشاعر الحب الحقيقية. بتسأله والشخص بيأجبك بكل صراحة. هذه التقنية لما تقوموا بيها لازم تكونوا في وضع استرخاء. هذه التقنية مش تخاطر ابدا، لا، دي تقنية التخيل الطاقي، ان انت بتتخيل الشيء اللي انت عايز تسأله، وبتتخيل الشخص وهو جاي لك، جاي قبلك في هذا المكان، بتقضوا وقت جميل مع بعض، وبعدين بتسأله، هو بيأجبك بكل صراحة. الإجابة هتوصلك وانت قاعد معاه، وهتشعر بالإجابة. لو بيحبك هيعترف لك فعلا، وهتشعر بكل هذه المشاعر وبطاقة الحب هتشعر بها أثناء التخيل، وممكن تبكي أثناء التخيل. ففي تقنيات كتير جدا، بس هذه التقنية اللي بتعرفك مشاعر الشخص تجاهك ايه بالظبط. لو بيحبك هيعترف لك، لو مش بيحبك هتحس وهيقول لك وهيعرفك كل شيء. بس عايزك واثق 100% ان طالما انت شاعر بمشاعر الحب الحقيقية، ان هذا الشخص ايضا شاعر بمشاعر الحب الحقيقية بنسبة كبيرة جدا جدا. هقول لكم كمان ازاي تعرفوا ان الشخص بيحبكم، وتتأكدوا وتطمنوا روحكم، لان انتوا بتبقوا عايزين تطمنوا، عايزين تعرفوا باي طريقة. وانا قلت لكم كتير في الفيديوهات ان انت طالما شعرت بمشاعر الحب الحقيقية تأكد ان الطرف الاخر بيشعر بها. من تفكر في بمشاعر يفكر فيك. عايزكم تكونوا متأكدين من ده، واثقين في هذا الكلام، وهتتأكدوا مع مرور الأيام إن أنا كلامي صح 100%. الشخص اللي أنت بتحبه ومعجب بيه، بتحس إن أنت في حاجة، في اتصال ما بينك وما بينه، اتصال روحي ما بينك وما بينه، شيء بيسحدك إليه غصب عنك، عايز تعرف أخباره، عايز تراقبه، عايز تتواصل معاه، عايز تتكلم معاه، عايز تشوفه، عايز تعرف اي معلومة عنه، عايز تعرف اي معلومة عن اهله، عايز تعرف كل شيء عن حياته. تحس ان انت مفيش شيء في حياتك اهم منه. لو انت بتشعر بهذه الاحاسيس تجاه هذا الشخص، اعرف ان هنا مشاعر الحب اتولدت ما بينك وما بين الشخص الاخر، والشخص الاخر بيشعر بهذه المشاعر. لكن الشك بيتملك منك، الشك لما بيتملك منك هو اللي بيخليك تشك ان الطرف الاخر بيشعر بهذه المشاعر، تشك ان الطرف الاخر بيحبك. طالما انت شعرت بهذه الاحاسيس وهذه المشاعر تجاه شخص معين، تأكد ان الشخص الاخر بيشعر بنفس القدر من هذه الاحاسيس. مش شرط ان انتوا بتحبوا بعض ان لازم ترتبطوا ببعض. في ناس كتير جدا جدا عاشت قصص حب وما حصلش نصيب وما ارتبطوش ببعض، وما زال الشخص بيحب هذه الانسان، وما زالت في قلبه، وما زال مشاعر الحب كامنة، لكن بتضعف، لكن هذه المشاعر بتضعف. انا بتكلم عن هذه المواضيع في حلقات كتير جدا جدا، وعلامات التفكير وعلامات الحب، ازاي تعرف ان الشخص